السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي سلسلة أفلام وحواديت الأفلام اللي بنقدمها على قناة فراجيجو. هنتكلم النهاردة عن فيلم اسكندرية ليه. فيلم اسكندرية ليه هو فيلم مصري للمخرج يوسف شاهين وكتابة يوسف شاهين ومحسن زيد، وهو الفيلم الأول في سلسلة أفلام يوسف شاهين التي تناول فيها سيرته الذاتية، وهي اسكندرية ليه، حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، واسكندرية نيويورك. يتميز هذا الفيلم أنه لا يروي سيرة يوسف شاهين فقط، ولكنه يروي عن أسلوب الحياة في الاسكندرية في فترة الحرب العالمية الثانية التي اضطربت فيها أحوال الجميع. وفي قلب هذا المناخ يترعرع يحيى شكري مراد المراهق المولع بالتمثيل، والذي عبر عن يوسف شاهين في فترة شبابه الذي يحاول إثبات ذاته ويفكر في السفر إلى أمريكا لدراسة التمثيل رغم ظروف والديه الصعبة. ومن قصته تتشعب العديد من القصص في كافة أرجاء الإسكندرية، كما تناول طبيعة الحياة الاجتماعية في الإسكندرية، وذلك عن طريق قصة حب بين شاب مصري وهو إبراهيم وفتاة يهودية وهي سارة، كما تطرق الفيلم للسياسة، وذلك عن طريق قصة مجموعة من الشباب يريدون التخلص من الاحتلال الإنجليزي، وتطرق أيضا عن نشأة العصابات الصهيونية وكيف أن يحيى فقد صديقه بسبب انضمامه لهذه العصابات. فيلم اسكندرية ليه. طاقم التمثيل: ليلى فوزي، محسنة توفيق، محمود المليجي، عائلة راتب، زينب صدقي، سيف عبد الرحمن، أحمد زكي، أحمد عبد الوارث، عبد العزيز مخيون، أحمد محرز، عبد الوارث عصر، حسن حسين، عايدة كامل، أسامة عباس، ليلى حمادة، أحمد سلامة، محسن محي الدين، رشاد عثمان، وحمد الوزير. بيحتل فيلم اسكندرية ليه إنتاج عام 1979 على المركز رقم 32 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالأسكندرية. في جوائز الدولة للسينما العام 1980 حصل فيلم اسكندرية ليه على جائزة أحسن إخراج ليوسف شاهين، كما حصل فيلم اسكندرية ليه على أول جائزة دولية في مهرجان دولي كبير، وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عام 1979. فيلم اسكندرية ليه كان قصة وسيناريو وحوار محسن زايد وإخراج يوسف شاهين. اسكندرية ليه وحواديت الأفلام المصرية.